السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم التردد والطاقة. هدف الدرس يربط بين طاقة الموجة والتردد. يحل مسائل عددية باستخدام معادلة الطاقة والتردد، يقارن بين الأشعة تحت الحمراء والأشعة الفوق بنفسجية. الهدف الأول الربط بين طاقة الموجة والتردد. تأمل عزيزي الطالب هذه الصورة ودون ملاحظاتك. ماذا تشاهد؟ نعم، نلاحظ معا أن موجات جاما والإكس راي الألترا فايلوت الأشعة الفوق بنفسجية كلاهما أعلى ترددا من الضوء المرئي. نلاحظ أنهما الأقل طول موجي، إذن هما الأعلى ترددا. نلاحظ بينما موجات الراديو والميكروويف والأشعة تحت الحمراء هي أقل ترددا من الضوء المرئي. لاحظ معي عزيزي الطالب هما الأعلى طول موجي، إذن هما الأقل ترددا. أيضا من خلال الشكل التالي أجب عن الأسئلة التالية. نلاحظ الشكل جيدا ثم نحاول الإجابة معا. كلما زاد التردد زادت قلت الطاقة. نلاحظ الأشعة تحت الحمراء طاقة منخفضة، ترددات منخفضة. نلاحظ بالمقارنة بالضوء المرئي، بينما أشعة فوق بنفسجية طاقة عالية، تردد عالي. إذن العلاقة هنا علاقة طردية. إذن كلما زاد التردد، نعم أحسنتم بارك الله فيكم، زادت الطاقة. من بين الأشعة أعلاه أيهما يمكن أن يحرق الجلد؟ نعم أسمعكم جيدا. بالفعل الأشعة الأعلى طاقة هي التي لها القدرة على حرق الجلد. نعم إنها الأشعة الفوق بنفسجية. أحسنتم بارك الله فيكم. إذن العلاقة بين كل من الطول الموجي والتردد وطاقة الموجات الكهرومغناطيسية هي كالتالي. نلاحظ جيدا تلك العبارة: طول موجي قصير، إذن تردد عالي، طاقة عالية، بينما طول موجي طويل، تردد منخفض، طاقة منخفضة. أحسنتم. تأمل الشكل التالي وحاول إيجاد علاقة بين درجة حرارة الجسم ولونه. لاحظوا معي مقارنة هذين الشكلين ببعضهما. نلاحظ هذا مدى للترددات. نلاحظ ترددات منخفضة يقابلها درجات حرارة منخفضة، وأيضا ترددات مرتفعة يقابلها درجات حرارة مرتفعة. أيضا لاحظ معي عزيز الطالب أنه بتغير درجة الحرارة نلاحظ تغير اللون. إذن نعم هذه هي العلاقة. بالفعل أحسنتم، كلما تغيرت درجة حرارة جسم كلما تغير لونه. بارك الله فيكم. إذن تطلق الأجسام ذات الحرارة المرتفعة الضوء الأقرب إلى ألوان الأزرق والأبيض، ولكن الأجسام ذات الحرارة المنخفضة، نعم، ألوان تقترب من الأحمر والأصفر. نعم والآن لدينا تطبيق عملي أو تطبيق حياتي، وهي تعدد ألوان بعض المصابيح الليد الجديدة تبعا للطاقة الحرارية. فنحن نشاهد في الأسواق هذه الأيام
ألوان مصابيح مختلفة، وكل لون منها ذا إضاءة مختلفة، شدة إضاءة مختلفة. إذن هذا تطبيق عملي على أنه كلما تغيرت درجة حرارة جسم كلما تغير لونه. إذن كلما ازداد تردد الموجة الكهرومغناطيسية تزداد طاقتها، وهذا ما تعبر عنه تلك المعادلة، الطاقة equal HF، حيث H طبعا هو ثابت بلانك، هذه هي قيمته، وحدة قياس جول سكند. مهم جدا أعزائي الطلاب حفظ ومعرفة وحدة قياس ثابت بلانك. أيضا F الفريكوينسي، وحدة قياسه التردد أو سكند ماينس 1. والآن لدينا سؤال، قارن بين كل من موجات الراديو وأشعة جاما من حيث الطاقة، التردد، الطول الموجي. نعم أسمع جيدا أن بالفعل موجات الراديو وأشعة جاما كلاهما على طرفي النقيض تماما من حيث الخصائص والصفات في الطيف الكهرومغناطيسي. نعم بالفعل، فنلاحظ أن أشعة جاما ذو طاقة أكبر، إنها أكبر الأشعة طاقة، وبالتالي هي أكبرها ترددا وأصغر طول موج، بينما موجات الراديو هي الأصغر طاقة، إذن هي الأصغر ترددا الأكبر طول موج. رائع، بارك الله فيكم. والآن نناقش معا الهدف الثاني، وهو حل مسائل عددية على معادلة الطاقة التردد. تدريب، ما طاقة الأشعة الضوئية التي يبلغ ترددها؟ هذا هو التردد F. إذا علمت أن H يساوي كما تعلمون H ثابت بلانك، حيث E تساوي HF. نقرأ المسألة جيدا، نحدد المعطيات ثم كتابة القانون والحل. ما طاقة الأشعة الضوئية؟ المجهول هو الطاقة. نشاهد الحل معا. أولا المعطيات، التردد وثابت بلانك. ثانيا كتابة القانون والعلاقة الرياضية. ثالثا التعويض الصحيح. نستبدل H بقيمة ثابت بلانك، ثم نستبدل F التردد بقيمة التردد، ونستخدم الآلة الحاسبة لحساب هذه الأرقام، ونعيد الأرقام أكثر من مرة للتأكد من الإجابة الصحيحة. ولا تنسى عزيزي الطالب كتابة وحدة القياس، فهي جدا مهمة وجزء من الإجابة. نناقش الآن هدفنا الثالث، المقارنة بين الأشعة تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجية. نشاط، بالاستعانة بالرسم التالي، قارن بين كل من الأشعة تحت الحمراء والأشعة الفوق بنفسجية من حيث طاقة كل منهما، التردد، الطول الموجي. نتأمل الرسم جيدا ونشاهد الأشعة تحت الحمراء. نعم أحسنتم، طاقة منخفضة، تردد منخفض، بارك الله فيكم. إذن طول موجي، رائع، بارك الله فيكم. إذن طول موجي كبير. الأشعة الفوق بنفسجية، نعم طاقة عالية، تردد، رائع، تردد عالي، إذن طول موجي قصير، بارك الله فيكم. نشاهدوا الإجابة معا. الأشعة تحت الحمراء طول موجي أكبر، تردد أصغر، طاقة أصغر، بينما الأشعة الفوق بنفسجية طول موجي أصغر، تردد أكبر، طاقة أكبر. الأشعة تحت الحمراء أشعة كما تعلمون غير مرئية، ذات أثر حراري وتسبب الاحتباس الحراري. كيف ذلك؟ فسروا هذه العبارة، تسبب الاحتباس الحراري. نعم إنها تسبب الاحتباس الحراري. كيف ذلك؟
لنرى معا الإجابة ونحاول تفسيرها معا. كما تعلمون يوجد بالغلاف الجوي غازات دفيئة. هذه الغازات مثل ثاني أكسيد الكربون، بخار الماء أو الأكسيد الكربون، هذه الغازات تتميز بقدرتها على امتصاص الأشعة التي تفقدها الأرض، وهي بالطبع الأشعة تحت الحمراء، فهذه الأشعة تمتصها الأرض من الشمس ثم تفقدها مرة أخرى. عند فقد هذه الأشعة لا تتسرب إلى الفضاء الخارجي. لماذا؟ بسبب هذه الغازات الدفيئة تقوم بحبس هذه الأشعة أو احتباس هذه الأشعة، فتقلل من ضياعها من جو الأرض إلى الفضاء الخارجي، وبالتالي تسخين جو الأرض لما لها من أثر حراري، وبالتالي تساهم في ظاهرة الاحتباس الحراري والاحترار العالمي. الأشعة فوق البنفسجية سلاح ذو حدين بالنسبة إلى جسم الإنسان. ما معنى سلاح ذو حدين؟ نعم، أن لها فوائد وأضرار. تأملوا معي هذه الصورة وشاهدوا فوتون الأشعة فوق البنفسجية وهو يدخل إلى الخلايا. نعم، إنها أشعة قوية تخترق خلايا الجلد وتؤثر على تركيبها وتسبب أمراضا خطيرة مثل السرطان، وأيضا قد تسبب حرق الجلد. كيف ذلك؟ نعم، لأننا لا نشعر بامتصاصها عكس الأشعة تحت الحمراء، نحن نشعر بامتصاصها، ولكن لها فوائد جمة، وهي مساعدة الجسم على تخليق فيتامين د ومعالجة حب الشباب. أشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء في حصة قادمة بإذن الله تعالى.